أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم النشرة الجوية التي نبدأها كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال النهار اليوم، حيث يسود الطقس غالبا صافي، تفرق بعض الغيوم العالية 39 درجة مئوية، الملموسة 36، أما الرطوبة منخفضة 43% والرياح تكون معتدلة السرعة. أما بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا سكاكا طقس صافي 33 إلى 24، تبوك 35 إلى 22، وعرعر 31 إلى 21 مع الطقس الصافي. المنطقة الغربية مدينة جدة طقس صافي 37 إلى 27، المدينة المنورة فرصة لزخات رعدية من الأمطار مع ساعات ما بعد الظهيرة والعصر 40 إلى 26، مكة المكرمة 42 إلى 31، الطائف 31 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية فرصة لزخات رعدية من الأمطار في عموم المرتفعات الجنوبية الغربية، الباحة 27 إلى 21، أبها 28 إلى 17، وجازان 34 إلى 32. المنطقة الشرقية الإحساء طقس صافي 40 إلى 28، الدمام 36 إلى 27، حفر الباطن 36 إلى 25. أما المنطقة الوسطى حائل 34 إلى 24، بريدة 36 إلى 23، والعاصمة الرياض تفرق الغيوم العالية 39 إلى 26. إلى اللقاء.